أهلا بيكم في قناة هنحكي. في صباح يوم 13 نوفمبر سنة 1961، سفينة نقل بترول كانت ماشية في وسط المحيط الأطلنطي ولمحت قارب نجاة وفيها واحد بيشاور لهم عشان ينقذوه. وهم بيطلعوا السفينة لقوا معاه جثة لطفلة صغيرة، وسألوا قبطان السفينة: انت مين ومين الجثة اللي معاك؟ قال لهم: انا اسمي جوليان هارفي، قائد المركب بلوبل في فلوريدا. بعدها بكم يوم وصل هارفي ميامي، ولما غفر السواحل سألوا ايه اللي حصل. قال لهم ان يوم 8 نوفمبر جالي السيد دوبيرولت هو وعيلته، زوجته وابنه برايان 14 سنة وبنته تيري 11 سنة والبنت الصغيرة 7 سنين، ودي اللي لقيتوها معايا، عشان يأجروا المركب ويروحوا بيها جزر البهاما يقضوا أجازتهم هناك. فرحت معاهم وكانت معايا زوجتي وقضينا هناك 4 أيام. وإحنا راجعين يوم 12 نوفمبر والساعة 9 بالليل قامت عاصفة قوية جدا، كسرت الصاري بتاع المركب ووقع على أرضية المركب، كسرها وكسر أنابيب الغاز اللي كانت في أوضة المحرك، والنار ولعت في المركب والموج كان شديد فدخلت المية من كل حتة، وقدرت بصعوبة أوصل لقارب النجاة اللي لقيتوني فيه. ولما سألوه ما حاولتش تنقذ الباقيين ليه، قال لهم إن الدنيا كانت ضلمة قوي ليلتها وما قدرتش أشوف حد، بس قدرت أشوف البنت الصغيرة اللي كانت عايمة على المية جنبي، لكن لما طلعتها لقيتها ماتت. ولما دوروا عن الجثث في مكان الحادثة ما قدروش يلاقوا أي حد فيهم. لحد كده والحكاية ماشية تمام ومفيش أي مشكلة، بس اللي حصل بعدها بقى قلب الدنيا على راس هارفي. بعد 4 أيام من استجواب هارفي كان في سفينة شحن رايحة برضو لجزر البهاما، وهي في وسط المحيط لفت نظرهم بنت صغيرة قاعدة على عوامة. طقم السفينة طلعها من المية وكانت حالتها سيئة جدا، كان عندها جفاف شديد، وأول ما طلعوها دخلت في إغماء وعلى حد كلامهم يعني كانت بتموت. اتصلت السفينة بسرعة بالإسعاف وجات لهم طيار هليكوبتر نقلت البنت للمستشفى في ميامي، وبعد أسبوع ابتدت تفوق وجات لها الشرطة عشان تسألها على اللي حصل لها. قالت إن اسمها تيري بنت دوبيرولت، وإنها هي وعيلتها أجروا مركب بلوبيري عشان يروحوا بيها جزر البهاما، وهم راجعين بالليل سابت مامتها وباباها وإخواتها مع القبطان ومراته عشان تروح تنام في أوضتها اللي كانت تحت. بعدها صحيت على صوت أخوها وهو بيصرخ وبيقول: الحقني يا بابا. وسمعت صوت ناس بتجري فوقيها، ومرة واحدة سكتت الأصوات دي وحست إن في حاجة مرعبة حصلت، وطلعت بالراحة كده لسطح المركب عشان تشوف إيه اللي جرى، وترعبت لما شافت مامتها وأخوها غرقانين في دمهم وكان جنبهم سكينة غرقانة بالدم. ومرة واحدة لقيت القبطان هارفي قدامها وسألته على اللي حصل، راح مزعق لها وقال لها: ارجعي أوضتك وما تطلعيش منها. ونزلت أوضتي وأنا بترعش وخايفة، لقيت المية بتغرق الأوضة فخفت أغرق، وطلعت فوق لقيت هارفي بيفتح صمامات المية بتاعت المركب عشان المية تغرقها، ولما شافها قال لها: امسكي حبل قارب النجاة بسرعة، وراح يجيب حاجة. فأنا خفت لحسن يروح يجيب حاجة يموتني، فسبت الحبل وجريت، ولما رجع لقاني سبت الحبل فنط في المية عشان يلحق القارب وركب فيه وسابني لوحدي. ولقيت عوامة كانت مربوطة في المركب فأخدتها ونطيت أنا كمان في المية بيها لحد ما لقيتوني. تيري فضلت في وسط المحيط 4 أيام من غير لا أكل ولا شرب. هنا بقى ابتدت الشرطة تشك في هارفي، لأن اللي قالته بيري كان عكس اللي هو قاله تماما. بدأوا يتحروا عنه وعرفوا إن كان بيعاني من أزمة مالية كبيرة، وإنه قبل ما يسافر مع عائلة تيري كان عمل بوليس التأمين على حياة زوجته قيمتها 20,000 دولار، وإنه احتمال يكون قتلها عشان يحصل على الفلوس دي يحل بيها مشاكله المادية. ولما سألوا غفر السواحل في المنطقة اللي غرقت فيها المركب ليلتها، أكدوا إنه ما كانش فيه أي عواصف ولا رياح، وحارس المنارة وقتها كمان أكد إنه ما شافش أي مركب مشتعلة ساعتها. وكمان لما أنقذوا هارفي لاحظوا إنه ما كانش فيه أي إصابات
تدل على اللي حصل له في الليلة دي، غير بعض الخدوش الجامدة اللي كانت على ايده ودراعه. ومن ضمن المعلومات اللي جمعوها عرفوا ان زوجته كان ليها ضوافر طويلة، وقدروا ساعتها في النهاية ان هما يحطوا سيناريو للي حصل في الليلة دي، وهو ان هارفي وهو بيقتل مراته شافوا دبريلت وعيلته وحاولوا ينقذوها من ايده، فقتلهم هارفي هما كمان عشان ما يشهدوش عليه. وبالنسبة لتيري فهو ما قتلهاش رأفة بيها مثلا، بس عشان تمسك له حبل قارب النجاة، ولما سابته خاف لحسن القارب يبعد عن المركب وهو مجهز نفسه عشان يهرب بيه، وكان متأكد ان تيري هتغرق مع المركب، لكن ولسوء حظه عاشت وكانت الشاهدة الوحيدة على جريمته، واللي ما جاش في خياله لحظة انها ممكن تكون عايشة. واتنشر خبر الحادثة في الجرايد، وعرف هارفي ان تيري ما ماتتش وانها اكيد حكت على كل حاجة وتأكد انه هيتقبض عليه. فراح اجر اوضة في فندق بميامي باسم تاني واستخدم شفرة حلاقة وانتحر. وتاني يوم بلغ عامل الفندق بانه لقاه منتحر في اوضته. اما تيري وبعد ما خرجت من المستشفى راحت عاشت مع عمتها وولادها، لكن ما كانتش قادرة لسه انها تتخلص من صدمتها واللي ما كانتش بتحكي لحد عنه، وابتدت تتعالج مع دكتور نفسي، واخدت وقت طويل جدا عشان تقدر في النهاية وبعد 50 سنة انها تكتب قصتها في كتاب، وكان اسمه وحيدة يتيمة فوق المحيط. واعتبرت الكتاب ده بمثابة نجاحها في الخروج من ازمتها وشفائها من صدمتها، واتمنت تكون قصتها دي مساعدة لأي حد مر بأزمة صعبة في حياته. حكايتنا خلصت، أشوفكم في حكاية جديدة. تحياتي.